بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية مع حكاية تقويمية بعنوان على الشاطئ، الصفحة 219 من كتاب المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث ابتدائي. ألاحظ المشهد وأستمع إلى الحكاية. نلاحظ هذا المشهد. هناك أسرة على الشاطئ، الأبوان يتمتعان بنسيم البحر والأطفال يلعبون الكرة ويستمتعون. وأستمع إلى الحكاية. سوف أقرأ نص الحكاية. على الشاطئ، اتفق أفراد الأسرة على الذهاب إلى شاطئ البحر للاستجمام ونسيان متاعب العمل. وفي الغد استيقظت الأسرة باكرة، وساهم أفرادها في تحضير لوازم يوم ممتع في الشاطئ. لم تمض ساعة حتى وصلوا إلى مخيم جميل، فنصبوا خيمتهم ثم انطلقوا نحو الشاطئ، واتخذوا لأنفسهم مكانا فوق الرمال الذهبية. انخرط الوالدان في اللعب والسباحة مع أبنائهم، وفي منتصف النهار سار أفراد الأسرة إلى الخيمة وشاركوا كلهم في تناول طعام الغداء. تحلق أفراد الأسرة حول قدر كانت تنبعث منه رائحة شهية، ولما انتهوا من الأكل هرول الأبناء من جديد نحو الماء. فصاحت الأم: لا لا، ارجعوا، خذوا الآن نصيبا من الراحة. قالت سلوى: لماذا يا أمي؟ أجابها أخوها علي، وقد تراجع إلى الوراء مع أخيه الصغير متذكرا النصائح التي أسداها له أستاذه. هذا قد يتسبب في الغرق، رددت سلوى متعجبة، لكننا قضينا الصباح كله في الماء ولم نصب بأذى. فضل الأبناء البقاء مدة تحت الخيمة، ثم ارتدوا بعض الملابس الخفيفة حماية لأجسامهم من أشعة الشمس الحارقة. أما الأبوان فاستسلما لنسائم البحر العليلة تهدهدهما، لكن صراخا قويا لعلي بدد هدوء الأبوين، فقد انغرست شوكة سمكة في سبابته اليمنى التي بدأت تدمي. صاحت الأم: يا إلهي، ماذا نفعل؟ سأحاول إخراجها. تدخل الأب قائلا: حذاري، قد تنكسر ويبقى جزء منها مغروسا في اللحم، فيتسبب ذلك في تعفنات، علينا أن نسرع به إلى المستشفى. تنفست الأسرة الصعداء عندما تمكن الطبيب من انتزاع الشوكة كاملة. نظر علي إلى سبابته ثم قبل الطبيب شاكرا فضله. لم يعد الطفل في خطر، لكن الحادثة عكرت صفاء ذلك اليوم الذي انتهى قبل أوانه. أحدد بعلامة في ما ذكر في الحكاية مما يلي: شخصيات الأب، الأم، الولد، العم، الخالة، البنت. إذن الأب نعم، الأم نعم، الولد نعم، العم لا، الخالة لا، البنت نعم. أماكن المدينة: الجبل، شاطئ النهر، شاطئ البحر. الأماكن في شاطئ البحر. أعبر شفهيا عن كل مشهد. في المشهد الأول نلاحظ وصول الأسرة إلى شاطئ البحر وهم يضعون أمتعتهم. في المشهد الثاني نلاحظ تحلق الأسرة حول مائدة لتناول وجبة الغداء. في المشهد الثالث نلاحظ الأبوان يستمتعان بنسيم البحر بينما الأطفال يلعبون الكرة ويستمتعون. في المشهد الرابع نلاحظ الأم وابنها مع الطبيب، ويبدو أن الطبيب قد انتزع شوكة السمكة من سبابة علي. أستعين بالأحداث الآتية وألخص الحكاية شفهيا. الأسرة على الشاطئ تستحم في هدوء.
الشوكة تغلق في سبابة الولد فيتعكر صفو الأسرة. الاستجمام لم يكتمل للأسرة بسبب ما أصاب الابن. كانت الأسرة على الشاطئ تستحم في هدوء، لكن صراخ علي بدد هذا الهدوء. لقد انغرست شوكة سمكة في سبابته، فتم نقل علي إلى المستشفى حيث تمكن الطبيب من انتزاع الشوكة، إلا أن هذا الحادث عكر صفو الأسرة. وإلى هنا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.